وذكروا عن بعض أهل العلم وقال لتلميذ الله: أرأيت إن جاءك الشيطان فوسوس لك فماذا تفعل؟ قال: أجاهده، يعني أجاهد الشيطان وسوسته. قال: فإن جاءك الثانية، يعني ما يتركك، جاءك من الغد، جاءك الثانية، قال: أجاهده. قال: فجاءك الثالثة، قال: أجاهده. ما طالب منه يأتينا، أنا أيضا أجاهده حتى يعني ينزع الشيطان. قال: دعها، أرأيت إن مررت بغنم ومعها كلب فاعترضك الكلب في طريقك فماذا تفعل؟ قال: أجاهده حتى يذهب. قال: أولا أدلك على أسهل من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: اسأل رب الكلب يمنعه، روح للراعي ولا وخر كلبك عني، أنا لا أريد إيذاء الغنم، أريد أن أمر في طريقي، اذهب إلى رب الكلب يمنعه. فكذلك هنا، طالما أن الشيطان يوسوس لنا، نذهب إلى من؟ إلى رب الشيطان، وهو الله تبارك وتعالى، فنستعيذ به من الشيطان. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فنستعيذ بالله لكي يحفظنا سبحانه وتعالى من شر هذا الشيطان. قال: إنه سميع عليم، أي يسمع دعاءك، عليم بأحوالك، فيعطيك ما يرضيك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.